السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في قناتي وصفة واستفادة. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا معي غنشارك معكم طريقة سهلة وبسيطة لصنع العجين المورق أو لاباط فوي دي رابيد. كيجي رائع ومورق وكيجي ناجح لا في المملحات ولا في الحلويات. طريقته بسيطة ان شاء الله غتعتمدوه الى جربتوه، وان شاء الله غادي نشارك معكم 4 ديال الاشكال من هذا العجين المورق باش تشوفوا كيفاش كيجي ناجح ومورق. تبعوا معايا الطريقه والمقادير. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي هنايا كيلو ديال الدقيق الابيض او الفرص، عندي معلقه صغيره ديال الملح، عندي 500 غرام ديال زبدة الطريق، ومن الأحسن تكون الزبدة ديال الطريق باش يجي العجين ناجح. وعندي هنا 60 غرام ديال الزيت، ما يعادل نص كاس ديال العنبة. وعندي 20 غرام ديال الخل، ما يعادل 3 معالق كبار ديال الخل بالنسبة لما عندوش الميزان. هنا غناخد الدقيق غنزيد عليه الملحة وغنزيد عليه الزيت وغنزيد الخل، وغنبقى كنرمل في هذاك الدقيق حتى نحس بهذيك الزيت دخلت ليا في الدقيق. هنا من بعد غنزيد الماء، وكيبقى الماء على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي استعملته. انا هنا حاولت انني نعبر لكم بالكاس ديال العنبه، بقيت كنزيد كاس بكاس وانا كنعجن العجينه. تقريبا هنا دخلت معايا 3 الكيسان ونص، يقدر يكون حتى 4 الكيسان على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي استعملته. بطبيعه الحال كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش، لان العجين ما خصوش يكون جاري، خاص العجينه تكون قابطه راسها. كيف ما غتشوفوا معايا كتكون واقفه، ما كتكونش جاريه وما كتكونش قاسحه. هنا بطبيعه الحال غنخدمها مباشره، ما غنخليهاش تسرع، غير الوقت اللي نمسح سطح العمل ونرشو بشويه ديال الدقيق كيف ما كتشوفوا معايا. وغنبدا كنسرحها بالمدلك. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما سرحتها غناخذ هذيك الزبده، ومن الاحسن تكون بارده باش ما تبقاش تعجن معكم. هنا غنحكها في الحكاكه الغليظه، كيف ما تقدروا تحكوها في الحكاكه الرقيقه ماشي مشكل، نفس النتيجه. غنستمر على هذا الشكل حتى نكمل الزبده كلها، ومن بعد ما غنحك الزبده كلها غنبدا كنرولي العجينه، غنحربلها كيف ما غتشوفوا معايا. غنجمع هادوك الجناب كيف ما كتشوفوا معايا، وغنبدا كنسرح العجينه بالمدلك. حتى تولي معايا رقيقه كيف ما غتشوفوا. وضروري غنبقى كنرش الدقيق باش يعاونني في التسراح ديال العجينه وما تلصقش ليا فوق سطح العمل، يعني ضروري من الدقيق غير تحسوا بها انها ما بغاش تسرح معكم رشوا الدقيق باش يعاونكم.
انا من بعد ما سرحت العجينه غنطويها، وضروري انني نتخلص من هذاك الفائد ديال الدقيق. غنطويها على جوج كيف ما كتشوفوا، وغنزيد الطويه الثالثه كيف ما موضحه في الفيديو. انا غنحاول انني نصاوب دوك الجناب، نلمهم شويه، وغنعاود نفس العمليه. غنستعن بالدقيق، غنسرح العجينه، بعد ما تسرحات غنطويها. غنجيب الطرف الاولاني وغندير عليه الطرف الثاني، وهنا غنطوي جوج طويات، الطويه الاولى والطويه الثانيه. نحاول انني نقادها شويه، وهنا ساليت كيف ما كتشوفوا معايا. سهله وسريعه، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت، وكتعطي نتيجه رائعه كيف ما غتشوفوا معايا من بعد ما غنقسمها. كتلاحظوا معايا الطرق كيبين واضح، كتجي ناجحه وطريقه سهله كيف ما شفتوا معايا. كتعطي نتيجه رائعه لا في المملحات ولا في الحلويات، اللي ان شاء الله غنشاركها معكم في الفيديو القادم. بالنسبه للاحتفاظ بها، ضروري من غلفوها مزيان بالبلاستيك الغذائي باش ما تشمش لينا الريحه ديال الثلاجه، واكيد تقدروا تحتفظوا بها في المجمد الا بغيتوها تبقى لكم مده اطول. فقط انكم تخرجوها شويه قبل باش ترخى قبل ما تخدموا بها. وكان هذا هو العجين المورق اللي خدمت معكم اليوم. كيجي ساهل ورائع كيف ما شفتوا معايا، والنتيجه اللي غتعجبكم وترضيكم ان شاء الله. نتمنى تجربوه وتخليوا لي في التعليق كيف جاكم. ما تنسونيش بخالص الدعوات، نتلقاو ان شاء الله في الفيديو القادم.